السلام عليكم، أهلا بكم في قناة قضايا وأعلام. هذا المقطع إخواني مجرد طلة خفيفة وتعليق على إعلان الجزائر تزويد لبنان وبصورة عاجلة بالوقود لمواجهة أزمة الكهرباء. كما تعلمون إخواني، منذ السبت الماضي انقطع التيار الكهربائي وبصورة كاملة في لبنان، وغرقت البلاد بكاملها في الظلام، وهذا بعد توقف المحطات المنتجة للكهرباء بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. طبعا هذا الموقف من الجزائر قابله اللبنانيون بالكثير من الشكر والتقدير، فكثير من الشخصيات الرسمية وكذا الصحفيين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي عبروا عن شكرهم للجزائر على هذه المبادرة التي ستساعد لبنان على الخروج من العتمة. وقال أحد الإعلاميين أن هذا الموقف ليس غريبا أن يأتي من بلد المليون ونصف المليون شهيد، ومن بلد لم يتدخل يوما في شؤون لبنان الداخلية. وسجل إعلامي لبناني آخر أنه باستثناء تظاهرات تأييد ثورة تحرير الجزائر في بداية الستينات، لم يقدم لبنان للجزائر شيئا يذكر، لا مصالح ولا مساعدات ولا دعم. رغم ذلك، ساعة الحاجة تقف الجزائر بكل جمالها وعزتها وكرمها مع لبنان. أيضا أشاد بخطوة الجزائر تجاه لبنان مثقفون وشخصيات سياسية عربية، منهم وزير خارجية تونس الأسبق رفيق عبد السلام، الذي قال أن ما قامت به الجزائر قرار تاريخي يحسب لها. وقال أيضا محور التطبيع العربي يريد تركيع لبنان ومعاقبته على الوقوف إلى جانب غزة، ولكن الجزائر تمده بأكسجين الحياة. لا أريد أن أطيل عليكم إخواني، فمنابر الإعلام العربي ومنصات التواصل الاجتماعي تعج بمثل هذه التغريدات والتعليقات التي تشيد بالمبادرة الجزائرية تجاه لبنان. لكن نجد في المقابل بعض الإعلاميين الذين يمثلون محور التطبيع أزعجتهم الجزائر بمواقفها الشجاعة، فراحوا يحاولون التقليل من أهمية هذه المبادرة وتأويل دوافعها، مثل ما فعل هذا البائس المعروف بحقده اللامحدود على الجزائر، والذي لا يمل من نشر الأكاذيب عنها إرضاء للمخزن المتصهين. هذا الشخص الذي دأب على سب الجزائر وتشويه مواقفها لم يجد تأويلا لموقف الجزائر تجاه لبنان إلا قوله أن ماكرون هو من أمر تبون بتزويد لبنان بالوقود. ما أتفهك يا عامل المخزن، وما أتفه التفسيرات التي تروج لها. وحتى لا يكون كلام هذا البائس ختام حلقتنا، إليكم ما كتبه الناشط المغربي حميد المهداوي، وهو صحفي وناشط في منصات التواصل الاجتماعي ومعروف إلى حد ما باعتدال مواقفه تجاه الجزائر. المهداوي كتب في صفحته على منصة إكس مشيدا بموقف الجزائر قائلا: الجيران، يقصد الجزائريين، يصنعون مواقف للتاريخ، كلما شتموهم زادت مروءتهم ورجولتهم، نسل الثوار والمجاهدين. وفي تغريدة أخرى كتب: بالنسبة لي دعم الجزائر لبنان طاقويا في هذا الظرف الصعب والتغيرات الجيوسياسية الواقعة هو دعم مباشر كذلك للمقاومة في لبنان ودعم صريح لحزب الله. أينما تكون المقاومة تجد اسم الجزائر حاضرا. إنه الواقع يا نخب التلوين، هناك من يركع لبني صهيون وهناك من يجابه.